تتجه وزارة الصناعة والمعادن لاستعادة المارك المحلية من خلال إضافة خطوط إنتاجية جديدة تحاكي التطور والحداثة في الإنتاج المحلي. يأتي ذلك خلال افتتاح خط لإنتاج المجمدات والثلاجات بطاقة 60,000 قطعة سنويا. وقال مصدر في الوزارة إنه بهدف زيادة الإنتاج وإعادة الحياة للمنتج الوطني بشكل تدريجي وتوسيع وتنويع النشاط الصناعي لتحقيق موارد مالية وتسديد ديون المترتبة بذمتها والنهوض بواقعها الفني والمالي. افتتحت الشركة العامة للصناعات الخفيفة أحد تشكيلات الوزارة خط إنتاج وتجميع ثلاجات والمجمدات المنزلية بالمشاركة مع الشركات الإيرانية بأنواع وأحجام مختلفة وبجودة عالية تضاهي المواصفات العالمية.